أفادت مراسلة الحدث باندلاع حريق كبير في موقعين للجيش اللبناني واليونيفيل. وقالت مراسلة الحدث إن الحريق يقع مقابل مستعمرة المنارة الإسرائيلية على أطراف بلدة ميسل جبل جنوب لبنان، مؤكدة في السياق أن فرق الدفاع المدني وآليات تابعة لليونيفيل تعملان على إخماد الحريق. وللوقوف عند هذا الحادث تنضم إلينا من بيروت مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. صباح الخير غنوة، وأهلا بك معنا. التفاصيل التي لديك حول نشوب هذا الحريق. هذا الحريق اندلع صباح هذا اليوم، امتد من البساتين الى موقعين للجيش اللبناني ولكتيبة اليونيفيل الكتيبة النيبالية، وصل الى حدود هذه المواقع، والمواقع حوصرت بالنيران من ثلاث جهات. وصل الى الحائط الاسمنتي للكتيبة النيبالية وايضا لموقع الجيش اللبناني. حتى الان لم يفد عن وقوع اصابات، علما بان هذه المراكز لم تخلق منذ بداية الحرب. هناك 500 عنصر لقوات اليونيفيل من القوات النيبالية المتواجدة في ميس الجبل، تلك القرية الحدودية التي تتعرض دائما لغارات ولقصف مدفعي. ولكن هذه رغم الوضع الأمني هناك، إلا أن هذه المراكز لم يخليها عناصر اليونيفيل من الكتيبة النيبالية. طبعا هذا الموقع مطل على مستعمرة المنارة، لذلك يعني كان هناك ايضا مواقع مستحدثه للمراقبه في تلك المنطقه. وكما ذكرت بان فرق الدفاع المدني وفرق الدفاع ايضا فرق الاطفاء التابعه لليونيفيل تقوم بمحاوله السيطره على هذا الحريق الذي طوق المراكز من ثلاث جهات كما ذكرنا. شكرا لك غنوة لموافاتنا بكل هذه التفاصيل من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم.